Climate Now, in collaboration with Copernicus. أهلا ومرحبا بكم في كلايمت ناو، تحديثنا الشهري لرصد التغيرات المناخ على الكوكب. في هذه الحلقة ننتقل إلى البرتغال، حيث الخزانات شبه فارغة والتربة جافة، فكيف تواجه البلاد هذا الوضع؟ علينا تقبل هذا الوضع، يجب التعايش معه والتكيف مع الواقع بأفضل طريقة ممكنة. الآن أحدث البيانات لشهر فبراير من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ. كان فبراير الشهر الأكثر دفئاً في أوروبا بمقدار 2.4 درجة مئوية عن المتوسط المسجل من 1991 إلى 2020. إذا نظرنا إلى الخريطة سنرى هذا الرقم مؤكداً. أوروبا ومعظم روسيا مظللة باللون الأحمر، ما يشير إلى درجات حرارة أكثر دفئاً من المتوسط. لكن الأمر مختلف من ألاسكا إلى غرينلاند وصولاً إلى تكساس في الولايات المتحدة، حيث كانت درجات الحرارة في بعض الحالات أقل من المتوسط. الآن لنلقي نظرة سريعة على القارة القطبية الجنوبية. إنها نهاية الصيف هناك، ووصل الجليد البحري إلى ثاني أدنى متوسط شهري له على الإطلاق. كان هنالك 0.9 مليون كيلومتر مربع من الجليد البحري أقل من المتوسط في فبراير. الآن إلى تقريرنا الذي يرصد التحديات الهائلة لمواجهة الجفاف في البرتغال. 95% من البلاد تواجه الآن جفافاً شديداً ضرب شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها هذا الشتاء، وسيواجه المزارعون سنة صعبة، فكيف سيتأقلمون مع هذا الوضع؟ ذهبت إلى شرق البرتغال لمعرفة المزيد. قد يبدو هذا الحقل الأخضر من الشعير سليماً للعين المجردة، لكن المزارع خوسي ماريا فالكاو يمكنه أن يرى النباتات تعاني من الجفاف. يجب أن يكون الشعير عادة أسمك وأطول، لكن قلة الأمطار أضعفته ويتعرض المحصول للإصابات الفطرية. هذا أمر طبيعي عندما يكون النبات ضعيفاً ويحتاج إلى النمو. كل شيء سيء يحدث له، مثل شخص مريض ويعاني من سوء التغذية ويمرض بسهولة. لست بحاجة لتكون مزارعاً ذا خبرة لترى المشكلة هنا. سجل خوسي ماريا حوالي 10 مليمترات من الأمطار في يناير وفبراير مقارنة ب 200 مليمتر في نفس الفترة من العام الماضي. إنه منتصف شهر آذار، ومن المفترض أن يكون مستوى المياه هنا أعلى من مستوى رأسي، فهل هذا بسبب التغير المناخي أم مجرد تقلب طبيعي؟ في مصلحة الطقس البرتغالية تقول عالمة المناخ فاندا بيريس إن الاحتباس الحراري يلعب دوره هنا. كان العقدان الأخيران الأكثر جفافاً منذ أن بدأت عمليات الإحصاء، وأصبحت حالات الجفاف الآن أكثر تواتراً، وهذا الأمر مستمر. تشير التوقعات إلى انخفاض في هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد مع نهاية هذا القرن. يمكن أن تكون هناك اختلافات في هطول الأمطار بنسب أقل من 15 إلى 20% في الشمال و30 إلى 40% في المنطقة الجنوبية عن المتوسط، وهي نسب مخيفة. بات خوسي ماريا يعتمد على نظام الري الذي يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر ومجسات رطوبة التربة وأجهزة استشعار النمو التي يستخدمها للحفاظ على حياة أشجار اللوز هذه وإنتاجيتها. لا يمكنني الاعتماد على العين المجردة لمعرفة مدى رطوبة التربة، لابد لي من الحفر تحت الأرض لمعرفة ذلك، وهذه هي الطريقة التي يمكنني بها إدارة محصول يحتاج إلى الكثير من الماء بطريقة فيها توفير أكثر. يشدد خبير الري غونزالو رودريغيز على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات، ويقول إننا بحاجة إلى استخدام كل أداة ممكنة لإدارة المياه بشكل أفضل. يجب استخدام مستشعرات لمراقبة مياه التربة ومحطات رصد الطقس ومستشعرات النباتات وصور الأقمار الصناعية وصور الطائرات المسيرة لفهم سلوك المحاصيل. علينا أن نتعلم ونحقق أقصى استفادة من التكنولوجيا المتاحة لنكون أكثر فاعلية وكفاءة. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة. يمكنكم الاطلاع على جميع البيانات المقدمة في هذا البرنامج وقراءة المزيد عن تغير المناخ على موقعنا euronews.com/climatenow. إلى اللقاء. Climate Now in collaboration with Copernicus.